السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب برايمري 1. هنكمل مع بعض revision on unit 3 and unit 4. منهجنا اسمه connect، وهنشتغل من كتاب خارجي، كتاب المعاصر. ياريت حد يبقى جنبك واحنا بنراجع مع بعض. This is عندي ريفيو اون يونت 3، هناخد فيها حاجة حلوة احنا عارفينها اللي هي الأعداد. طيب repeat after me: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. احنا سهل قوي كلنا حافظين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وعارفين حروفها. يعني نقول مع بعض: 1 O N E، 2 T W O، 3 T H R E E، 4 F O U R، 5 F I V E، 6 S I X، 7 S E V E N، 8 E I G H T، 9 N I N E، 10 T E N. فعندنا عارض لي 1 O N E، 2 T W O، 3 T H R E E، 4 F O U R، 5 F I V E. وعارض لي كلمة pencil case، pencil case، sharpener، sharpener، bag، bag. pencil case يعني مقلمة، sharpener يعني البراية، bag شنطة، okay، أو حقيبة. وعارض بعض الكلمات بدء بحرف P، 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 حرف P، حرف P. ها، pen، P-E-N، pencil، P-E-N-C-I-L، Peter، Peter ده بدء بحرف P ولازم يبقى capital زي ما اتفقنا علشان هو اسم. حرف R، حرف R، red، red. يبقى انا ما بقولش what is it it's a pencil، لا ده انا بقول على لونه ايه، red. ruler، ruler، Russia، Russia. وعندي سؤال مهم جدا ممكن اسأله عن 100 حاجة، عن 1000 حاجة، what is this، اشاور على الحاجة اقول ايه what is this. طب بس لازم حاجة واحدة، what is this، it's a pencil، it's a pencil. طب تيجي نجرب، what is this، what is this، it's a pencil case، what is this، it's a sharpener، what is this، it's a bag، very good، it's a bag. ينفع نقول this is a bag، oh oh. يبقى what is this، it's a pencil case، what is this، it's a sharpener، what is this، it's a bag، what is this، it's a pen، what is this، it's a pencil، what is this، it's a ruler، what is this، it's a pencil. مكتوب red بس هي red ده لونه، لكن what is this، لكن لو حبيت اقول عن لونه ايه اقول what color is it. اوكي، ده revision او review on unit 4، ودرس بنحبه كلنا، درس بنحبه كلنا اللي هو what color is it. يبقى لازم تكون عارف الايه، الالوان. ها، what color is it، blue، it's blue. what color is it، red، it's red. what color is it، yellow، it's yellow. what color is it، it's blue.
Very good. What color is it? It's red. Excellent. What color is it? It's yellow. It's yellow. Huh? Again, what color is it? It's yellow. Very good. Excellent. Green. Green. Black. Black. Orange. Orange. What color is it? It's green. Green. What color is it? It's green. What color is it? It's black. What color is it? It's orange. Very good. Very good. يبقى درس الألوان ده هسيب لك في description درس تاني بندرس فيه الألوان بس. Okay. ها. Cake. Cake. ده حرف C. فالكلمة دي بدأ بحرف C بتتنطق cake. Cake. Cake يعني كيكة. Candle. 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 Candle يعني شمعة. Card. Card. كارت اللي هو الايه الكارت كايرو 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 اللي هي القاهرة عندي حرف الاو اويل اويل يعني زيت اويل زيتون يعني اوليفز اوليفز طبعا ده جمع الزيتون الواحدة اوليف اوليفز برتقالة اورنج اورنج كلهم بادئين بحرف ايه او صح لازم لا ابدا بحرف او كابيتال لان دي امنيه اسم بنت اسمها امنيه اوكي يبقى انا هسيب لك في الديسكريبشن فيديو عن الالوان اوكي هنا هاو اولد ار يو هاو اولد ار يو كم عمرك هاو اولد ار يو اي ام 7 هاو اولد ار يو اي ام 7 فيري جود How old are you? I am 7. I am 7. How old are you? I am 7. كده احنا خلصنا الريفيجن بتاعنا على ايه يونت 4 خدنا الفيديو ده يونت 3 and يونت اي 4 طب لو انا ذكرت الجزء ده اللي هو يونت 1 يونت 2 يونت 3 يونت 4 الكلمات بتاعته ذكرتها مذاكرة كويسة واعرف اكتبها واعرف الاسئلة زي what's your name how old are you what color is it what is this اوكي ده جميل جدا يبقى انا بقيت شاطر جدا اوكي ويعني انا مبسوط ان شاء الله لما هتذاكر ده وياريت لو تذاكر مع بابا او مع ماما وكده goodbye and good luck